فنان تشكيلي ممدوح القطوري، شعب التصوير. وانا لما اقول شعب التصوير في اختلاف بسيط قوي كاكاديمي ما بين التصوير الفوتوغرافي او الفوتوغرافي والتصوير اللي بيتقال عليه بالانجليزية يعني الاويل بينتينج. ده عنصر ليه؟ لان طبعا التصوير الفوتوغرافي هو ضوئي، لكن التصوير الزيتي اتقال عليه زيتي مجازا. هو طبعا حاجة جميلة جدا جدا للثقافة بتاعت الناس كلها، ثقافة فنية جميلة عن الفن التشكيلي. يعني انا بدأت حياتي كلها من البداية منذ الصغر. انا اتولدت في حي الظاهر اللي والدي برضو اتولد فيه، وبعدين انتقلنا من حي الظاهر لمنطقة العباسية، ثم بعد كده لمدينة نصر. الوالد رحمة الله عليه الفنان الجميل العظيم اللي هو مثل حاجات كتيرة في حياتي، مصطفى القطوري، هو اصلا فنان تشكيلي شعب التصوير وتخرج من كلية الفنون. والمهم بعد كده هو درس فن المكياج في إيطاليا، خد دبلوم فن التنكر، ورجع مع دراساته الخاصة وحبه في السينما، يعني من المؤسسين لمعهد السينما والفنون المسرحية، ودرس هناك. نسيب بقى الحاجات دي الجميلة اللي هو كان بيحب العمل بتاعه قوي قوي، عمل يعني عمل افلام كتيرة جدا جدا، واشتغل مع كبار المخرجين والمصورين في السينما المصرية، وخد جايزة الدولة التقديرية مرتين عن رد قلبي والناصر صلاح الدين ووسام الفنون من الطبقة الاولى. يعني الحقيقة حاجات كتيرة، خد ميدالية طلعت حرب، اتبرع في يوم التسليح الجيش في 56، وعمل حاجات كتيرة قوي رحمة الله عليه. ولذلك انا حبيت ده وهو غرس فيا منذ الصغر وانا طفل صغير. يعني انا ابتديت حياتي بمرحلة السكتش، وكنت غزير الانتاج، وخاصة مش بقى سن 4 سنين ونص، كنت طبعا اي كلام، يعني رسومات طبعا بشوفها بضحك عليها. انما بعد كده انا يعني وصلت لسن 15 مرحلة الثانوي، ودخلت الجمعية الاهلية للفنون، وكنت اصغر الاعضاء انا وواحد صديق عمري فنون جميلة، هندسة او عمارة، ربنا يديله الصحة. قال لي انت تدخل الفنون الجميلة ولا الحربية؟ ولا كنا بنقعد نهرج في ايام فترة ثانوي وكده، وقلت له لا فنون جميلة يا ادري، هو اسمه محمد ادري. المهم استمريت انا ودخلت الفنون الجميلة، وما لم استمر فيها واتجهت الى كلية اخرى. الحقيقة عملت انتاج في هذه الفترة من 13 14 وهكذا مستمر بقيت عمري. انتاج كان كتير جدا جدا جدا، لدرجة في مفاجأة انا احب اذكرها واشكر الله يرحم الوالد الله يرحمه، كان سبب اساسي في حياتي، ان هو بعد انا ما ارتبطت واتجوزت وبقى عندي اولاد صغنطتين، فبيقول لي في مفاجأة ليك يا ممدوح كويسة قوي،
خد الباكت ده وحطه في عربيتك وبتاع. فالمهم خدت الباكت وحطيته في ايه، هو افتحه يا بابا؟ قال لي لا، لما توصل انت ومراتك تبقى تفتحه في البيت. فتحت الباكت في البيت، لقيت السكتشات بتاعتي. الحاجة الغريبة، منذ الصغر حتى الكبر، حتى دخولي الكلية، انا الحقيقة يعني الدموع رغرغت عينيا، يعني مفاجأة أنا لا أتوقعها في حياتي. وده يدل على أن الفنان الأصيل بيحاول دايما ينمي الذوق والفن في الإنسان عموما، يعني لدرجة يعني حتى في، أنا حاطط هنا صورة عاملها لحارس العمارة كان بتاعتنا، وكان لي موقف ظريف جدا، ممكن اسمه محمد اسمه، ممكن نرسمك الله يرحمه، يعني كان قد بابا يعني. فبقول له ممكن نرسمك يا محمد؟ قال لي اتفضل اتفضل، انا ما انا مش فاضي انا دلوقتي، خلاص اتفضل بلاش لعب. يال كان عندي ساعتها 14 سنة. فقلت له اوكي يا محمد هدي لك شيلين. قال لي انت تديني شيلين انا اقول لابوك عليها؟ ازاي انا راجل كبير وكده؟ الكرامة بقى بتاع الزمان الحلوة اللي احنا نفسنا نشوفها برضو في حياتنا دلوقتي. المهم قلت له لا يا محمد انت اللي هتديني شيلين. قال لي اه كده اتفضل اتفضل. وراح ايه قاعد عملت له السكتش، والسكتش موجود الحقيقة معلقه هنا يعني برصاص، عملت له يمكن في 3-4 دقايق كده بسرعة. فضمن السكتشات اللي بابا او الوالد الله يرحمه شالها عنده وادها لي اهداء ليا في حياتي. الحقيقه المرحله اللي هي منذ 14 سنه او كده، انا دخلت الجمعيه الاهليه للفنون الجميله وانا عندي 15 سنه. كنت انا وصديقي الحقيقه فنون جميله قسم عماره محمد ادري برضو، المهم كنا اصغر عضوين في الجمعيه الاهليه، وكان رئيس مجلس الإدارة كان صديق للوالد ودفعته فنون جميلة برضه أستاذنا رشدي اسكندر. المهم الفترة دي أنا قابلت ناس كبار جدا زي سيف وانلي، صلاح طاهر، مدام إحسان مختار، رشدي اسكندر، الدكتور حسين الجبالي، نظير خليل، يعني الحقيقة مجموعة كانت جميلة وأساتذة كبار جدا جدا، اتعلمنا منهم الكثير جدا خلال فترة وجودنا بالجمعية. وعلى سبيل المثال أنا مش بذكر حاجة معينة، استمريت في الجمعية الأهلية لحد ما دخلت الكلية، وبعد كده استمريت برضو في الانتاج والعمل في الجمعية الى ان اصبحت عضو مجلس ادارة لحد ما بقيت نائب رئيس مع الله يديله الصحة ويشفيه الدكتور حسين الجبالي. وبعدين بقيت رئيس مجلس ادارة الجمعية الاهلية، قعدت فيها حوالي سنة وشوية، لكن وانا نائب قعدت يمكن حوالي 5-6 سنوات. ومن حبي في هذه الجمعية لان هي مثلت دور كبير في حياتي، يعني ما اقدرش انكر الفضل ليها والقائمين عليها واللي موجودين فيها كلهم. طبعا انا عضو في اكتر من جمعية فنية في مصر، زي اتيلي القاهرة، فناني الغوري، جمعية اصالة للمحافظة على التراث، الصداقة المصرية الكورية، مش يعني مجموعة سواء فنية او غير فنية او ثقافية كتيرة جدا، صحبة فن مع الاستاذ ابراهيم حنيتر، وهكذا يعني مجموعات كتيرة من الجمعيات الاهلية بمصر، لان هي مش عاوزة ادخل فيها كتير لان هي تمثل الجمعيات الاهلية دور عميق جدا جدا في الفن التشكيلي على مستوى مصر وعلى مستوى العالم كله. يعني انا احب تاني اضيف حاجة ظريفة بعد الجمعيات اللي انا استمريت فيها. المهم المرحلة التالية دخلت كلية الفنون ولم استمر فيها لفترة، ودخلت كلية اخرى دون ذكر، يعني دخلت كلية اخرى لاسباب. ثم بعد ما اتخرجت من الكلية الاخرى كملت تاني القسم الحر،
وبعدين خدت الحقيقة فضل لربنا والناس اللي يعني عملوا أساس ليا في حياتي الفنية، خدت مجموعة من الجوائز والأنواط والدروع وشهادات التقدير، الحقيقة كتير كان فضل من ربنا. يعني أذكر بقى حاجة بسيطة جدا في حياتي الفنية، إن أنا عملت 20 معرض فردي، والمعرض الفردي الحقيقة بيبدأ يعني هو مش قاعدة مش أساس في الكلام، إنما المعلومة بتاعته إن هو بيبتدي من 25 لوحة فأكثر، إن شاء الله تصل إلى 100 لوحة. المعرض الفردي ملوش ليمت معين الواحد يقدر يقول استوب هنا، لكن ده عملت 20 معرض فردي. أنا بأمانة وصدق من كثرة ما أنتجت وعملت في حياتي مش فاكر قد إيه المعارض الجماعية. المعارض الجماعية كتيرة 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 جدا جدا، وأنا كنت أحد الأسباب في الجمعية الأهلية اللي يمكن خلال فترة وجودي فيها وأنا عضو مجلس إدارة ثم نائب والكلام ده كله، عملت معارض بالأعضاء الحقيقة، وكنت بشجع تشجيع كبير جدا لعنصر الشباب، لأن أنا حتى بحكم السن والخبرة لقيت إن الشباب هم القوة الفعالة أو الفاعلة في الفن وفي جميع مراحل الحياة. الكبار اللي انا اتأثرت بيهم جدا جدا سيف وانلي، بس دي اتأثرت بمرحلة معينة وما كنتش يمكن في مرحلة الصغر قادر اوصل لمفهومه، لان هو كان يعني في شغل كتير ابستراكت او في تجريد، انما حاجة جميلة جدا جدا وفنان عالمي. يعني أنا أقصد أقول في بيكار